طاب توقيتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بابرز العناوين. من الصحوه نت: امهات المختطفين في عدن يطالبن بمحاكمه عادله لابنائهن. صحيفه عربيه تتحدث عن ايام سوداء يعيشها القطاع التجاري في صنعاء وتجار اعلنوا افلاسهم. صحيفة كندية: واشنطن أخفقت وروسيا حققت نصرا مزدوجا بشأن اليمن. ومن الشرق الأوسط: عمدة مدينة بلجيكية يوجه بالقبض على المشردين خوفا عليهم من البرد. أهلا بكم. دعت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام زعيمة ميانمار أون سان سوتشي التوقف فورا عن ممارسة العنف ضد الروهينجيا ومساعدتهم على العودة إلى أراضيهم والاعتراف بحقوقهم في المواطنة المتساوية. وقال الموقع بوس الذي نشر الخبر جاء ذلك في مدينة كوكاس بازار البنغالية التي وصلتها كرمان برفقة الحائزة على جائزة نوبل السلام الإيرانية شيرين عبادي والناشطة من أجل السلام ميريد ماغواير بهدف زيارة مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. وقالت كرمان إن جيش ميانمار أحرق قرى مسلمة أو مسلمي الروهينجيا وأعدم آلاف الأشخاص، وكان الجيش مسؤولا عن الاغتصاب الجماعي ضد عدد لا يحصى من النساء. وأكدت أن على زعيمة ميانمار وقف العنف والاعتراف بحقوق الروهينجيا أو تقديم الاستقالة. ويتابع الموقع: منذ أغسطس الماضي يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في أراكان أسفرت عن مقتل آلاف الروهينجيا ولجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلاديش. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من محافظة شبوة. محافظ شبوة يرد على اتهامات وزير النقل حول تهريب السلاح للحوثيين. وعنوان أيضا: مقتل 47 حوثيا في تصاعد المعارك بمديرية نهم والجيش يطهر موقعا أسفل جبل منارة. وعنوان أيضا: هيئة علماء اليمن تدين الهجوم الإرهابي بتواهي عدن. وأخيرا: وقفة احتجاجية لأمهات المعتقلين والمخفين قصرا في عدن. عن مسؤول في عدن مباهيا بنصر ليس حقيقيا، نصر ذهب ضحيته المدنيون، يكتب أحمد ناصر حميدان مقاله في يمن مونيتور مضيفا في جزء منه. بحت أصواتنا في عدن منذ زمن ونحن نطالب بإخراج المعسكرات منها للضواحي لتبقى آمنة مطمئنة من العنف، وكلما طالبنا حاصرتنا المعسكرات أكثر وأكثر حتى تحولت عدن لثكنة عسكرية ومناطق عسكرية متعددة الولاء. اليوم عدن ببحرها وجبالها وطرقاتها تحت سطوة المعسكرات، من معاشيق إلى أبو الوادي وحقات وصيرة إلى جولدمور، تضيق عدن على أبنائها وتختنق. رغم كل ذلك لم يستسلم أبناؤها للخوف والرعب من هذه الثكنات العسكرية والإرهاب البغيض. تجدهم في السواحل يركبون البحر للاصطياد والتنزه والعوم، مجتازين النقاط العسكرية المحكمة متجهين لوجهاتهم البحرية لسواحلهم المدججة بالسلاح والجنود والحراسات، حراسات تحرس أصنامها وولاءها وشخصياتها. وإن حدث كما حدث في جولدمور من عملية إرهابية بشعة مدانة لا إنسانية، يسقط كل ذلك السياج الأمني وكل تلك النقاط المرعبة ليخترقها الإرهابيون مقتحمين حياة المواطنين الأبرياء في الساحل. نسمع تصريحا لمسؤول مباهيا بالنصر: وأن الجنود بخير والمعسكر لم يتضرر سوى البوابة وما حول البوابة وهو الساحل ورواده من المواطنين، المهم في الأمر حماية المعسكر وقلاعه والجنود، والمواطنون ضريبة هذه الحماية. تباهى هذا المسؤول منتصراً، لم يقتل جندي، وأفشلنا اقتحام المعسكر دون أن يترحم على الطفل وأمه والضحايا الأبرياء من المدنيين. ولم يكترث للرعب والخوف الذي سببته العملية للأسر ورواد الساحل، وما زالت عدن مهددة. أفاد سكان محليون في محافظة الحديدة اليمنية بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية حولت عدد من المزارع الواسعة ذات الأشجار الكثيفة من فاكهة المانجو إلى مخازن للأسلحة ومعسكرات سرية لتدريب المجندين قبل الدفع بهم لإسناد عناصرها في جبهات الحديدة وحجة.
وعنوان موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يحولون مزارع المانجو في الحديدة إلى معسكرات سرية ومخازن أسلحة. وقال سكان محليون في مديرية القناوص الواقعة شمال الحديدة إن الجماعة الانقلابية حولت عدد من المزارع في المديرية إلى معسكرات لتدريب عناصرها الجدد، مستغلة الغطاء الكثيف من أشجار فاكهة المانجو لحجب مواقع التدريب والآليات العسكرية ومخازن الذخيرة والأسلحة عن الرصد الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية. وذكرت المصادر أن الجماعة تقوم بنقل المجندين الجدد ليلا من مناطق عدة في حجة والمحويت في حافلات معتمدة النوافذ إلى هذه المعسكرات المستحدثة بين المزارع، حيث يخضع المجندون للتدريب عدة أيام. تتعاظم أنشطة أمهات المختطفين، وتزداد المساحة التي تعمل فيها هذه المنظمة التي تطالب بالحرية للمعتقلين. وعنوان موقع الصحوانة: عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين في سجون الحزام. وقال الموقع: نفذت أمهات المخفيين قصرا والمعتقلين تعسفا لدى سجون الحزام الأمني وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن وإحالتهم للمحاكمة. تطالب أمهات المعتقلين واللاتي سمحل لهن بالزيارات مؤخرا استكمال إجراءات التحقيق معهم والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة. وأكد بيان صادر عن الوقفة تمسك أهالي المخفين بمطالبهم المشروعة في إحالة ذويهم المخفين إلى العدالة والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة. على طاولتنا أو على طاولتنا جميعا تحت هذا العنوان كتب وليد علوان مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا في جزء منه: المجتمعات التي تستمرئ حمل السلاح وتتعايش مع الموت اليومي لا تقدر على رمي هذا السلاح ورفع حساسيتها تجاه الدم بسهولة، بعضها بدافع الجريمة، وهذا يسهل التعامل معه من طرف السلطات الأمنية الشرعية التي تفرزها الأوضاع المستقرة، والبعض الآخر بدافع التطرف الذي تغذيه جهات داخلية وخارجية لغرض تفخيخ المستقبل. والخطير في هذا الفريق فهمه أنه يفعل الصواب بدوافع دينية غير صحيحة، ويتحول السلاح لديه إلى وسيلة للتعبير، وبالتالي على السلطة الشرعية وما ينضوي تحتها من تشكيلات مسلحة أن تكثف من عملها التوعوي لمنتسبيها حتى يصير واضحاً أن حمل السلاح بشكل جمعي إنما هو فعل مؤقت حتى تنتهي مسبباته، ثم يعود حمل السلاح ليكون حكراً على السلطات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن وحماية السيادة. على كافة الفعاليات الحية أن تكشف الأدوار السيئة لبعض الجهات في الاستثمار بملف الإرهاب عبر رعاية وتمكين الميليشيات غير المنضبطة، بحيث يكون المجتمع على حذر منها ويقف في وجهها ويلفظها حينما تتحول إلى أداة هدم وتخريب. لقد صار واضحاً أن السلطة الشرعية مقيدة، وبالتالي ليس من النباهة في شيء أن يكتفي اليمنيون بالعويل وانتظار الحلول من الأصدقاء الأردة أو السلطة العاجزة، بل عليهم أن ينتفضوا لمحاولة إيجاد حلول لما يليهم من المشكلات، وهذه الحلول بمجموعها ستكون الحل الأخير أو ستساهم فيه إلى حد كبير. يطرح موقع ارفع صوتك تساؤلا هاما في هذا التوقيت، ويعنون التقرير الذي كتبه غمدان الدقيمي: هل يدفع الفقر مزيدا من اليمنيين إلى التطرف؟ ويروي الموقع قصة أسرة لم تكن تعرف الكثير عن نشاط ابنها معاذ مرشد البالغ من العمر 21 عاما قبل إبلاغها أنه كان ضمن 4 مسلحين انتحاريين شنوا هجمات إرهابية على مقرات الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية في مدينة عدن في أكتوبر 2015. يقول أحد أصدقائه: ذهبت مرارا إلى منزله ولم أجده، كان أهله منشغلين عنه بالحرب وتداعياتها الاقتصادية الصعبة. أضاف: كلما ذهبت للسؤال عنه كانوا يقولون لي إنه يقاتل مع المقاومة ولا يعود سوى الفجر. لم أستوعب الموقف عندما أخبرني الأصدقاء أنه أحد منفذي الهجوم الإرهابي. بحسب الدكتورة عفاف الحيمي وهي أستاذة علم الاجتماع بجامعة صنعاء، فإن الأهالي يعيشون في عالم آخر يدور حول توفير لقمة العيش في ظل الحرب القائمة والأوضاع المعيشية سيئة، وبالتالي صار هذا بعيدا عن اهتماماتهم.
بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. تابعت صحيفة لودوفوار الكندية مجريات التفاوض الدبلوماسي الذي استغرق أياما بخصوص اليمن، وعنونت الصحيفة: واشنطن أخفقت وروسيا حققت نصرا مزدوجا في الأمم المتحدة. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة فشلت في إدانة إيران بمناسبة التجديد السنوي للحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن خلال سلسلة من تحركات الدبلوماسية انتهت بانتصار مزدوج لروسيا. وتتابع الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس: تفاوض الدبلوماسيون لعدة أيام من أجل التوصل إلى حل توفيقي لتجنيب استخدام حق النقض الروسي في النص الذي صاغته المملكة المتحدة. وبمبادرة واشنطن كانت الخطة المبدئية تهدف إلى إدانة إيصال الصواريخ الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين، وفي المناقشات تم تجاوز هذا المصطلح ولم يعد النص يتحدث إلا عن القلق بشأن أخطاء إيران وإمكانية تدابير إضافية، أي فرض عقوبات دولية افتراضية ضد طهران. وتتابع الصحيفة الكندية من السخرية الدبلوماسية أن هذا النص ليس سوى نص المملكة المتحدة الذي قدمته العام الماضي من أجل نفس الحظر الساري المفعول منذ عام 2015. بين سندان جماعة الحوثي ومطرقة تحالف دعم الشرعية، كما تصف صحيفة العربية الجديد. يعيش القطاع التجاري في اليمن أياما سوداء، حيث أعلن تجار إفلاسهم فيما تستعد البقية لمواجهة نفس المصير واللحاق بهم. وفرضت قوات التحالف دعم الشرعية إجراءات تعسفية في الموانئ، في حين لجأ سلطات الحوثيين إلى التضييق عليهم وإجبارهم على دفع رسوم ضريبية مضاعفة لتمويل أنشطة الجماعة وتغطية العجز المالي الذي تعانيه بعد توقف موارد مالية مهمة، منها عائدات ميناء الحديدة. وقال تجار يعملون في استيراد الأغذية والأدوية للعرب الجديد إن السفن التي تحمل بضائعهم لا تزال منذ 3 أشهر في محيط ميناء عدن تنتظر تصاريح الدخول من القوات السعودية والإماراتية التي تتعمد تأخير السفن، وغير ذلك على رغم كونها تحمل مواد أساسية تفرض حواجز التفتيش الكثيرة، إتاوات غير قانونية على الشاحنات التي تنقل البضائع. وفي صنعاء اتخذ الحوثيون قرارات قاسمة للتجار بزيادة الضرائب بنسبة 200%، وبدعوى منع وصول الصواريخ الإيرانية إلى جماعة الحوثيين يفرض التحالف إجراءات أمنية تدفع الخطوط الملاحية إلى مغادرة الموانئ اليمنية وتحاصر النشاط التجاري في البلد الذي يستورد 90% من احتياجاته. تعلموا من الأفارقة أيها العرب. تحت هذا العنوان كتب توفيق رباحي مقاله المنشور في القدس العربي، مضيفا في أجزاء منه: بعد أن نجح شعب زيمبابوي في اقتلاع الزعيم روبرت موغابي بعد قرابة 4 عقود من الحكم الأحادي باسم الثورة على المستعمر البريطاني، نجح قادة المؤتمر الوطني الأفريقي مدفوعين بضغط شعبي في اقتلاع الرئيس جاكوب زوما من الرئاسة بعد أن اعتقد العالم أن الرجل هو أحد ورثة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.
كذلك نجح شباب أثيوبيا في انتزاع حقوق سياسية ومدنية ناضلوا من أجلها طويلا. اليوم جاء دور الشعب جمهورية الكونغو ليقول لا لاستمرار الرئيس جوزيف كابيلا في مقعد ورثه عن والده في غفلة من الجميع. يبدو أنه ربيع جديد في نسخة أفريقية وتكرار لأثر الدومينو الذي انتقل من تونس إلى مصر في اليمن في 2011، هذه المرة من زيمبابوي إلى جنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو في 2018. لكن الفرق أن هذه التطورات المهمة في أفريقيا حدثت دون مآس، لا دماء أريقت في الشوارع ولا ممتلكات عامة تعرضت للتخريب ولا سجون امتلأت بالمحتجين والمطالبين بحقوقهم، بل أعطت هذه الأحداث الانطباع وكأنها لا تعني العالم وتدور بعيدا عن أنظاره وعن الصحافة الغربية التي لا يتردد بعضها في تنصيب نفسه في منصب المنظر. في بعض الأحيان يكون الاهتمام الدولي نقمة وتعطي الدروس التي يعطيها الآخرون نتيجة غير التي يرغب فيها أصحاب الشأن. هذه الأحداث المتلاحقة ليست وليدة الصدفة وليست نابعة من العدم، هي بالأحرى تراكم واستمرار لصيرورة سياسية واقتصادية واجتماعية إيجابية تعيشها القارة السمراء منذ نحو عقد من الزمن، وبدأت تؤتي أكلها وتكسب احترام وثقة المتابعين لها من خارج القارة. أفريقيا التي طالما عيرها العالم ومعه العرب بالجوع والأمراض والفشل والديكتاتورية تنهض ببطء ولكن في الطريق الصحيح لتعطي الآخرين دروسا في النضال السلمي وفي انتزاع الحقوق بالطرق الحضارية على الرغم من كل الظروف السلبية المحيطة بشعوبها والمحبطة لها. أمر عمدة مدينة بروكسل البلجيكية بالقبض على المشردين الذين يقيمون في شوارع المدينة، وذلك كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، درءا لمخاطر البرد القارس الذي يزداد مع ازدياد موجة الصقيع التي تشهدها البلاد، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية. العمدة فينس بنت دي وولف أمر بإيواء المشردين في بروكسل الذين يرفضون دخول أماكن الاستقبال الشتوية، وأصدر أمرا للشرطة باعتقال المشردين وإيوائهم كونه ملتزما قانونا بضمان توفير الأمن وتقديم المساعدة إلى المحتاجين. وبحسب الوكالة يتم اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح بلجيكا ابتداء من هذه الليلة، وستنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة لتصل إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر. ويسمح للشرطة عند الضرورة القصوى بالاعتقال الإداري للمشردين الذين يعرضون أنفسهم للخطر. كما توفر البلدية غرفا ساخنة للمشردين واستشارات طبية للتحديد ما إذا كانت حالة الشخص الصحية ستعرضه للخطر إذا خرج، ومن يمكن للأشخاص المعنيين البقاء في الداخل حتى فجر اليوم التالي. هل ترغب في تعلم بعض الكلمات من لغة لا يتكلمها سوى 3 أشخاص في العالم فقط؟ هكذا يتساءل موقع البي بي سي ويعنون: لغة يتحدث بها 3 رجال فقط في العالم. ويضيف الموقع: باديشي لغة كانت تستخدم على نطاق واسع في وادي بعيد تغطيه الثلوج في أعماق المنطقة الجبلية الشمالية باكستان، ولكنها تعد الآن لغة منقرضة. ويقول موقع إثنو لوغ الذي يهتم بلغات العالم ويضم قوائم بها جميعا إن باديشي ليس لديها متحدثون بها معروفون على مدى أكثر من 3 أجيال، ولكننا عثرنا في وادي بيشيغرام على 3 رجال كبار سن لا يزالون يستخدمون تلك اللغة. ويقول أحد هؤلاء الرجال: في الجيل السابق كانت باديشي تستخدم في القرية برمتها. ويضيف: لكننا جلبنا للزواج نساء من قرى أخرى يتحدثن بلغة توري إلي، وتحدث أطفالهن لغة أمهاتهم، ولذلك بدأت لغتنا تموت. من الديلي تيليغراف سنشاهد كيف يمكن للجمال أن يطغى على ما دونه ويتجسد على هيئة صور جذابة في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.